والسلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ يا ربي تكونون بخير وبصحه وسلامه. اشتقتوا لي ولا كيف؟ وكيف رمضان عندكم؟ اللي ما عرفني اسمي ناجح، واللي مو مشترك في القناه شو تنتظر؟ اشترك في القناه. اليوم انا في المدينه اتفقد الوضع، يعني اجواء رمضان. اجواء رمضان؟ نحن في اوروبا ما في اجواء رمضان، اجواء ممله، يعني خاصة في زمن الكورونا، يعني لا مساجد ولا تراويح ولا قيام ليل، اقعد بروحك وتسحر وتفطر بروحك. المهم يا جماعة، روحوا شوفوا كيف بدأ اليوم وتعالوا راويكم جولة بسيطة في المدينة. اسمحوا لي الصوت منخفض شوية، العيال راقدين داخل. الحين الساعة 3 إلى 10 دقايق، باقي يعني 45 دقيقة على السحور. وهذا السحور مثل ما تشوفون، سمبوسة، رز بالدجاج، وهذه اسمها فتة، السوريين بيعرفونها أكثر شيء. المهم يا جماعة، اليوم حبيت يعني أخذكم وياي في جولة بسيطة في يوم طبيعي، يوم رمضان في السويد، في الأجواء اللي نعيش فيها هذه، أجواء الكورونا. بصراحة هذا أمل رمضان مر علي، لا مساجد لا تراويح، عاد شو نسوي؟ نصبر إن شاء الله، مرحلة ورح تعدي بإذن الله. وإن شاء الله مع نهاية رمضان رح يأخذ كورونا وياه. طبعا رمضان في هالسنة جاء في وقت الصيف، في وقت الحرارة يعني، والأجواء الحلوة في السويد، يعني الواحد يقعد له في بيته أحسن، لأن السويديين يلبسون أقل في هالأوقات، أقل ما يمكن، فيمكن انت تفطر بنظرك بس. فبس انا ملاحظ يعني عدد الناس قلوا في المدينة، لان قبل كان مكتظ جدا المدينة في هالاوقات، وخاصة الجو الحلو ومشمس وجميل. بس عشان الكورونا اظني الناس يعني الوعي صار موجود في الدولة، لان في بداية الازمة هذه السويد ما كانت مقدرة الوضع، بس عدد الوفيات زادوا والمصابين قعدوا في بيوتهم. الساحة هذه بالعادة تكون ممتلئة بالناس، اللي ياكل سندويشة واللي يسولف واللي يرقص واللي يلعب واللي يجيب أهله وعياله، يعني حركة لا منتهية. في شاحنات تبيع الأكل، يعني كل شيء. بس اليوم ما أدري، فارغ جدا. زين أنا مليت من المكان هذا، مدينة ميتة ما في حد، اليوم كله جالس في البيت. فشو رايكم اوديكم مكان ثاني يكون بالعادة مكتظ بالناس بعد، بنشوف اذا في حد ولا لا. يلا 1 2. وصلنا مسجد يوتبوري. طبعا المسجد بنته المملكة العربية السعودية في 2011، وكلف ما يقارب 7 ملايين دولار. 7 ملايين دولار، الله يجعله في ميزان حسناتهم. واليوم مسجد مسكر،
هم سكروه من أول ما بدأت الأزمة. أتذكر يعني أول ما بدأت الأزمة بعدها بشهر جيت هني وكان سكروه بس لصلاة الجمعة وكان مفتوح أيام الأسبوع، بس الحين مسكر مغلق تماما. والحين شو أسوي عاد؟ ما أدري وين تصلي وين تروح، والله صعبة. وعلى فكرة اليوم سعدت صراحة، التقيت بأول شخص تعرف علي في المدينة، والله ما عرفتني. أوجه لها التحية إذا تشوفني الحين، هي تقول أنها متابعة. وهذا المسجد في 2011 لما كانوا يبنون المسجد كان في مظاهرات كبيرة طبعا. السويديين ما كانوا راضين ان المسجد هذا يتبني في المكان هذا، وخاصة منطقة تعتبر سويدية يعني ما فيها اجانب وايد، سويدية بحتة، فما كانوا راضين، فكانوا مسوين مظاهرات كبيرة. الحمد لله تغلب الحق. طبعا المسجد هذا يعتبر ثاني اكبر مسجد في المدينة، بس تبون تشوفون اكبر مسجد في المدينة؟ زين تعالوا ياي. وهذا اكبر مسجد في المدينة، اسمه مسجد بلفي على اسم المنطقة طبعا. بس منطقة المسجد هذا أحسها أكثر شعبية من المسجد الثاني، لأن هذاك مسكر تماما ولا في سيارات ولا في أي حركة، بس المسجد هذا فيه حركة، لأنه فيه محلات عربية، في محل خضروات، وفي حلاق، وفي مطاعم. أنا خلاص انتهت جولتي في المكان هذا، بصراحة شيء محزن ومؤسف. المسجد اللي كنا نجيه دائما ونشوف احبابنا واصدقائنا، ودائما في زحمه وناس وعباده، مسجد مهجور ما في حد. وان شاء الله الله يعديها على خير. تعال نروح البيت لانه ورانا شغل اليوم، ورانا عزيمه، ورانا طبخ، ورانا اكلات صوماليه. وبدات الاستعدادات، وهذه نسميها خميره، هذه تنأكل مع السمبوسه.
نقول خلصنا الإفطار وشبعنا البطن والحمد لله، اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. والله يا جماعة شعور ثاني يوم تاكل ويا الربع إفطار مع الناس، يعني تسولفون مع بعض، يكون جو رمضاني بحت، يكون جو رمضاني ممتع جدا، على الأقل نحس بأجواء رمضان، لأن من أول ما بدأت رمضان خلاص يعني كل واحد بروحه. فاليوم يعني أجواء جميلة مثل ما شفتوا، شباب زي العسل. إن شاء الله يكون عجبكم الفلوغ هذا، اللي مو مشترك في القناة أقول اشترك في القناة، نوعدك بمحتوى هادف، وإذا عجبك الفيديو عطنا لايك. واسمي ناجح، والسلام عليكم.